الديور هذا شكون اللي كان ساكن فيهم الديور؟ هذو بلدي كانت قشه ديال فرنسا. كانت قشه ديال فرنسا. قشه ديال فرنسا، نهار اللي خوات فرنسا بقات هكا خايبه هي خاويه هي دابا هكا. السلام عليكم ورحمه الله، اليوم جيت في الصباح لمدينه بركان وكنتوجد دابا في واحد البلاصه سميتها تافوغال، واحد البلاصه اللي مشهوره هنا في النواحي ديال بركان وبعيد على بركان تقريبا بواحد 17 كيلومتر. غنمشي نضرب واحد الطويره هنا ونشوف هاد البلاصه هادي واش مزيانه، وكنت باغي نمشي لدوك البلاصه فين كاين الماء زكزل، سميتها ديك البلاصه سميتها زكزل، تقريبا بعيده على تافوغال بواحد 10 ديال الكيلومترات. سولت واحد الدري هنا قال لي ديرها في هاد الوقيته ديرها ناشفه عادي داكشي لحقاش ما صبطش حتى هنا في المغرب كامل، ماشي غير هنا في بركان. غادي نضرب دوره هنا في تافوغالد ونوريكم هاد البلاصه هادي الا بغي الا شي نهار الا جيتو لبركان وباغي تجيو لتافوغالد نشوف واش هاد البلاصه هادي كتستحق نيت انكم تجيو ليها ولا لا. وهادي هي الدخله ديال تافوغالد، البلاصه اللي كتبان ليا مزيانه خصوصا الا درنا على اليسر، هنا كاين الاشجار ديال الارز وكذلك واحد الغابه اللي كبيره ومساحات شاسعه خضراء. هنا كيجيو الناس، كاين هنا عائلات كيدوز هنا وقيتة مزيانة خصوصا في فترة ديال الويكاند. غنكتشفو ان شاء الله كاع هاد البلاصة هادي ان شاء الله، ونشوفو هاد البلاصة هادي ان شاء الله واش كتستحق اننا نجيو ليها ولا لا. دازيت العرعر ياك تساقط الشهر هذا واقيلا نيت اللي خصني كيطيح لي نيت الشهر نيت. ازيرو هذا هذاك تشرب معاه تاهي اتاي معاك هنا تصاور ولا لا شي اقول لها شنو هي هذه هذاك الكيوانو الكيوانو جاتك هذاك كيدي ولا عصير صحاب السكر صحاب السكر واخا ما بيكش ما تاكلو هذا مزيان هذاك هاد الزيتون هذا طبيعي ندوق شي وحده ياك مزيانه بزاف ماشي بحال تما في سوس تكون صغير قليل رقان كاين في بركان ولكن ماشي بحال فين واحد البلاصه برا على بالي بركان شحال تقريبا كيلومتر 20 كيلومتر مزيان هي واه تبارك الله رقا قاعد من هنا نيت ولا في ملال يا البراء فين هو ديال هنا ها هو هذا هنايا باب الى بيت الدخل المشتل الغباوي، هنا راه كاين مركز الاصطياف وهذا مسجد كيتبنى مازال ما كمل باقي في طور البناء. اسم هذا المسجد مسجد قباء. خرج من دوك المحلات ديال تافوغال دابا غادي نمشي للبلاصه اللي فيها الغابه نضرب دويره تما ونكتشفوا النواحي ديال تافوغات كيفاش داير البلان. هنا كاين واحد الجرده ديال الدري الصغار مزيانه، الى عندكم الدري الصغار جيبوهم لهنا. هاد الطريق هادي كدير لوجده والعيون، ماشي العيون اللي في راسكم، ماشي العيون ديال الصحراء، كاين هنا العيون الشرقيه. هاد الطريق هادي كدير لوجده والعيون الشرقيه ورايا الطريق كدير لبركان. اش نقول لكم البلاصه اللي هنا الصراحه بلاصه زوينه خصوصا دايره بك هنا الاشجار والمساحات الخضراء، كتحس بواحد النفسيه مرتاحه الصراحه، احسن من حسن من البحر كانوا ولا ما كايناش. غادي نمشي للقمه اللي في الفوق دوك الديار ونمشي نتوغل في هاد الغابه هنا فين غادي نمشي. غادي نمشي في هاد البيست هادي تنشوف فين غادي تخرجني. هنا فين كاينين المحلات والمقاهي، هنا بلاصه هنا مروجه، الطريق هنا محبوسه
هنا كاينين الديور، الشنطه كدير شي دار وتما راه حابسينها، وتما حدا الحوانت الا بغيت تشري شي طاجين راه كاين تما الطاجين بغيت تقصي، كاين تما المشوي، كاين الطواجن اللي بغيتي. الطاجين كبير داير 80 درهم، ديال جوج الناس داير 80 درهم، والصغير داير 50 درهم. انا كيبان ليا بزاف شويه. لا هذاك الشيء اللي شريت في تافو غالد، عرقصت. غنوريكم ها هو. وهنا كاينه الثاني، كاينه البصله، كاينه البصله، نوريكم نايضه هنا بلاتي نوريها لكم. وها البصله نايضه هنا، الله البصله هنا. جيت هنا للمنازل المهجوره، كاين هنا القمه ديال الجبل، هنا راه ما كاينينش هنا، ما ساكن حتى شي واحد هنا. غادي ندخل نشوفوا كيفاش داير البلان ديال الديور. وهنا راه كيبان لي الديور في الجهه الاخرى ديال تافو غالد، وكاع الديور هادو دايرين عليهم الشجر، المساحات الخضراء، داكشي يا سلام. غادي ندخل هاد الدار نيت. السلام عليكم. تي راه ما كاين حد، طارا دي رابت. واللي عندهم معلومات على هاد الدار مدا تبناو وعلاش رابو يقولوا لي في الكومونتي، لحقاش انا ما عنديش معلومات بزاف على هاد البلاصه ديال تافو غالد. اللي عنده شي معلومه على تافو غالد ولا اي بلاصه كنمشي ليها، مينساش في الكومونتير يقول لي هاد البلاصه هادي راه هكا هكا هكا، باش نعرفوا معلومات اكثر على هاد البلايص هادو اللي كنمشي لهم ان شاء الله. كاين الناس كانوا ساكنين في هاد الدور هادو، وهو دو واقيلا لتحت، هادشي اللي كيبان ليا. هادي هي الفراضيه اللي بانت ليا، لان كاين هنا ما عرفتش شحال من دار كاينه هنا، كاملهم رابو غالبا، يكونوا بدلو هاد الدور هادو نزلوا لتحت ولا الله اعلم. المهم اللي عنده معلومات مينساش يقولها لي في الكومونتير، باش نعرفوا علاش هاد الناس هادو ما بقاوش ساكنين في هاد البلاصه اللي زوينه. هاد الديور هادو شكون اللي كان ساكن فيهم؟ هاد الديور هادو بلدي كانت قشره ديال فرنسا. كانت قشره ديال فرنسا، قشره ديال فرنسا. نهار اللي خوات فرنسا بقات هكا خايبه، هي خاويه ها هي دابا هكا. تصحاب لي واش كانوا ساكنين فيها الناس؟ كانوا ساكنين فيها الناس كانت فيها فرنسا. كانت فيها فرنسا، راك عارف من خوات فرنسا بقات خاويه. من هي من ايام الاستعمار كانت هكا، الاستعمار من خوا وقعت هكاك خاويه، ما عمر المغاربه خدموا فيها هكا، كانوا هكا مهموله. وراه ولا جات في بلاصه زوينه، جات في بلاصه زوينه، ولكن اللي كانت خدمتها البلاد كان دايرين فيها شي مشروع سياحي، ولا يديروا فيها ولا يرمموها يديروها، غير كانت ياك ولا يعمروها ما تبقاش. ولكن راك عارف راه حتى اللحد ديال تافو غالد تما فين كاينين تما داير البيع والشراء، تما ما نقص شويه خص يديروا لي اعاده التاهيل. واش على هنا لتحت؟ انا كندويك على ندويك دابا على لتحت على الثاني. هذاك على الطريق، على الطريق داك الشيء شويه الصراحه، من برا ها داك الشيء اللي كاين خصي تقاد بلاصه اللي زوينه فهمتي وسياحيه، منطقه سياحيه خويا، خص هذا الشيء خصو الدوله تخدمو. داك الشيء اللي كاين الدوله خصها، يعني المناطق اكادير راه معروف حتى هو منطقه سياحيه، منطقه سياحيه اكادير، مراكش مراكش حتى سياحيه الصراحه. عاد اش بغيت تقول؟ غير بالمدن السياحيه بحال اكادير، مراكش بزاف، مراكش بزاف، مراكش اكثر. الاطلس المتوسط فيها افران وكاين المناطق ما احسن، كاينين بزاف، كاين تازه حتى هي، ولكن ما مسوقينش ليها. لا كاع عطا الله ما يتشاف في تازه، كنشوف الفيديوهات والتصاور الصراحه، بلاصه اللي الانسان يمشي ليها. تازه زوينه حتى هي، اقليم تازه عندها، اقليم تازه، ولكن اللي غيخدم كل واحد. شوف دوك المناطق اللي البلايص اللي كيخدموا عندهم وليهم كيحركوا بهم، فهمت؟ انت كدافع على الجهه ديالك، كدافع على الجهه ديالي، هذا يدافع الشيء اللي خص يكون، يكون واعد ويهضر على دابا تقسيم الجهات، دايرين هاد الجهات كل مسؤول خص يخدم الجهه ديالو. داك الشيء اللي كاين اتفق معاك. المهم تبارك الله، الله يحفظك. في الاول كان تيتصحاب لي واش الناس كانوا ساكنين هنا، ومع المده ودوا لتحت وبناو تما الديور واستقروا تما وخلاو هنا بحال هكا. ساعه فاش كنت تنصور في هذه البلاصه هذه، تلاقيت مع واحد السيد كان تيسرح هنا، سولت قلت له هذه البلاصه هذه شكون اللي كان ساكن فيها؟ واش كانوا ساكنين فيها الناس ولا شنو؟ هو يقول له ودي كانت هذه قشره ديال العسكر في ايام ديال الاستعمار الفرنسي، مشى الاستعمار الفرنسي وجدات المغرب الاستقلال، وبقات هذه البلاصه هكا بحال هكا الى يومنا هذا. هذه البلاصه هذه الصراحه كتستحق انها اعاده تاهيل، وتولي واحد البلاصه
سياحيه وتولي منتجع سياحي لاي واحد جا للمنطقه ديال جا البركان ولا نواحي ديال البركان يجي للبلاصه ديال تافوغل. ديك التركات ديال البركان هنا واحد المنظر، واحد المنظر زوين، يا سلام طبيعة الخضورية. راه ما نعاود لكمش واحد المنظر كاين هنا، وانا دابا كنتواجد في القمة ديال الجبل، البلاصة اللي زوينة. انا الصراحة هاد السياحة هادي لا مكرهتش شي ماتش هنا طيح لك الكرة في هاد التيري هادي. السلام عليكم، ما عندك ما دير، هذا هو التل داك اللي تحت الليل وطلع، هذا هو الواقع. الله اكبر. الجوله ديالي هنا في تافوغال تسالات، بلاصه اللي زوينه وبلاصه كتستحق انكم الى جيتوا للمدينه ديال البركان ما تنساوش انكم تجيو لتافوغال. طرا قريبه تقريبا 21 كيلومتر من بركان حتى تافوغال. الوسائل اللي تقدر تجي لهم من بركان حتى هنا كاينه الطاكسي كبيره، الطوبيس راه ما كايناش. الطاكسي كتجيبك من بركان حتى تافوغال كتجيبك 15 درهم، والطاكسيات راه موجودين. يعني فاش كتجيبك الطاكسي كترد ويرا هنا كترجع كتلقى الطاكسي كتردك للبركان.